إذن تحية لكل متتبعي قناة شوف تي في. رمضان مبارك كريم مشاهدينا. اليوم نقول لكم هذا المباشر من مدينة قلعة الصرغنة، بالله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. إذن مشاهدينا اليوم كتعرف بلادنا ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 159 حالة وفاة. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتغمض كل الوفيات برحمته الواسعة، وكذلك ارتفاع عدد حالة الإصابة بالفيروس ببلادنا إلى 3889 حالة. إذن مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 131 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 صباحا من يومه السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 3889 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 20723 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 498 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة إلى 159 حالة. نطلب من الله سبحانه وتعالى مشاهدينا أن يتغمض كل الوفيات برحمته الواسعة، وأن يشفي كل المصابين. كما تهيب وزارة الصحة مشاهدينا بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن مشاهدينا، كنعرفوا أنه اليوم فاتح رمضان، وحنا كنعيشوا حالة الطوارئ الصحية، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. إذن مشاهدينا، كما تنعرفوا فاليوم الصحة عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة حتى الساعة 10 من صباح اليوم. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا هذا الوباء، وأن يشفي كل المصابين، وأن يتغمض برحمته كل الوفيات، وأن يرزق أهلهما الصبر والسلوان. إذن مشاهدينا، لازلنا على البث المباشر من مدينة قلعة الصرغنة الصباحية، فهذه هي أحياء قلعة الصرغنة كما تشوفوا. وتحية كبيرة لساكنة مدينة قلعة الصرغنة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا هذا الوباء، وباش ترجع الأمور إلى طبيعتها، باش نرجعوا نشوفوا الأزقة والشوارع. يعني مملوءة بالمارة كما كتلاحظوا، فهذه مدينة قلعة الصرغنة. هذه هي الأجواء بالمدينة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى
والدعاء ديالكم مشاهدينا خلال هذا الشهر المبارك باش يرفع عنا هذا الوباء، باش يبعد هذه الجائحة ونرجع نمارسوا حياتنا طبيعية كما ولفناها، كما ولفناها في هذا الشهر الكريم. ولفنا كنشوفوا أجواء جميلة، كنشوفوا المساجد كذلك صلاة التراويح والتجمع العائلي كذلك على مائدة الإفطار، والكرم ديال المغاربة لما كنعرفوا في هذا الشهر الكريم كيكونوا موائد الرحمن في كل شوارع المملكة. اليوم جات هذه الجائحة، الحمد لله، نتمنى من الله تعالى أن يرفع عنا هذا الداء وترجع الحياة إلى مجاريها. إذن مشاهدينا، ما بقى لي إلا أن نودعكم من خلال هذا البث المباشر اللي قلنا لكم من مدينة قلعة الصراغنة. تحية لكل متتبعي قناة شوف تي في، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله.